partage le monde. Rien n'est métal. Tahia lakoum wa lakouna jami'an. تحية يونس نجيب ليلى زوي على مساهمتكم في إنجاح هذا الندوة وتحية لكل المتتبعات والمتتبعين. قبل ما نبدأ عندي جوج ملاحظات. الملاحظة الأولى الندوة غتضمن 3-4 ديال المداخلات، 3 بالعربية وحدة بالفرنسية. بالنسبة للمداخلات بالعربية اللي بغي يمكن ليهم يترجموها للفرنسية راه كاين في التحت واحد ليكون اللي فيه لانتربريتاسيون، ممكن يبركوا على ليكون ديال الفرنسيه. بالنسبه للمتتبعين بالعربيه بالنسبه اثناء المداخله الرابعه بالفرنسيه واللي بغاو يتصنتوا ليها بالعربيه ممكن يبركوا على ليكون اللي مكتوب عليه انجلي. اذا عندنا امكانيه ديال الترجمه من الفرنسيه للعربيه وايضا من العربيه الفرنسية. الملاحظة الثانية، بغيت قبل ما نبداو نعلن على التضامن ديالنا المطلق مع كل فئات الشغيلة التعليمية، خاصة الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقل وإدانتنا لما تعرضوا له من قمع وإهانة وتحرش جنسي ضد المدرسات في مسيرتهم الوطنية ليوم 16 و17 مارس 2021. ونجدد مطالبتنا بإطلاق سراح معتقلي رأي وأخص بذكر مناضل جمعية أتاك عمر راضي. بخصوص موضوع اليوم، يتعلق الأمر بمناقشة المديونية كنظام عنيف له تأثيرات مباشرة على السياسة العمومية وعلى مصالح أولئك الذين يوجدون في أسفل السلم الاجتماعي. ولهذه الأسباب تشكل المديونية أحد المحاور الرئيسية في اشتغال جمعية أتاك. ندوة اليوم هي الندوة الثالثة التي تنظمها الجمعية تخليدا لمرور 20 سنة على ميلادها، والتي تتضمن 3 محاور رئيسية. في المحور الأول سنناقش المديونية باعتبارها ملازمة لنظام رأسمالي، وسنحاول أيضا التمييز بين المديونية ونظام المديونية. في المحور الثاني سنناقش المديونية وتأثيرها على السياسة العمومية المغربية. أما المحور الثالث فسنناقش تجارب ملموسة حاولت التصدي للمديونية لاستخلاص نجاحاتها والصعوبات التي واجهتها وأيضا الدروس التي يمكن استخلاصها منها. التجربة الأولى ستكون من منطقتنا المغاربية أي تجربة تونس، والتجربة الثانية أوروبية وبالضبط من اليونان. الوقت المخصص لكل مداخلة سيكون في حدود 20 دقيقة، وطبعا مع واحد شوية المرونة إذا كان الأمر لازم. إذن غادي نبدأ بالمداخلة الأولى. نبدأ معك سيونس، فلتتفضل. تحية للرفيق العربي، تحية للرفاق، للمحاضرين والرفيقات، وتحية للجمعية ديال أتاك اللي عمليا كتخلد ديك العشرين ديال التأسيس ديالها بهذه السلسلة ديال المحاضرات وديال الندوات اللي عمليا تقليد ديالها منذ تأسيسها تلقى الشعار ديالها الأساسي اللي هو تقليد، اللي هو تثقيف شعبي متجه نحو الفعل. بطبيعة الحال النظام ديال المديونية ولا المديونية في نهاية المطاف كما هي واحد المحور الأساسي بالمحاور ديال الشغل ديال الجمعية، وفي إطار هذه الندوة اللي كتناول المديونية كنظام عنيف كما تفضلتي الرفيق العربي، نحاول ما أمكن في المداخلة ديالي انه نقارب هذا المحور باعتبار ان هذه المديونيه هذه هي واحد النظام ديال النهب ملازم للرأسماليه. في البدايه المديونيه في نهايه المطاف الدين، شنو هو الدين؟ والدين هو ذاك الالتزام اللي كيلتزم به اي مدين الاداء ديالو تجاه الدائن ديالو، شخص كان ولا منظمه ولا هيئه الى اخره. اللي كنعنيو به ذاك المبلغ ديال المال اللي كيتعين عليه الدفع ديالو للمدين. بالنسبه لنا اللي اساسي في العرض اليوم هو الدين العمومي.
اشنا هو الدين العمومي؟ اش كنقصدوا به؟ هي الجميع ديال الانواع ديال الديون اللي كتعقد عليها الدوله ولا المؤسسات ديالها العموميه او الجماعات الترابيه، واللي يجب ان تسددها للمواطنين ديالها اذا كان دين داخلي، او لدوله اخرى ولا مؤسسات ماليه خارجيه اذا كان دين خارجي. وعلى العموم الديون هي الحصول على واحد موارد ماليه عن طريق التعاقد على قروض ولا اصدار سندات. وكيتم الاعتبار ديال هذه الديون بلا ما ندقوا في الامر انها تمويل الميزانيات بهدف خدمه الاقتصاد، جلب منافع للمجتمع. ولكن حنا عمليا كما قلت يا العربي خصنا نميزوا ما بين المديونيه وشنو كنقاربوا الان. حنا كنقاربوا النظام ديال المديونيه. اشنا هو النظام ديال المديونيه؟ هو ذاك الاستعمال المقلوب لذاك الاليه اللي وصفناها الفوق، اللي يعني ان الوجود ديال واحد المديونيه بدون الحصول على مبالغ مالية ولا سلع ولا خدمات ولا منافع لعموم المجتمع المقابل ديالها، أو إلى بغينا الدقة يعني خصم الموارد بدل الإضافة ديالها. النظام الديون كيشمل مجموع ديال الاستراتيجيات اللي كيتستعمل من أجل الديمومة ديال التوليد الذاتي لتلك الديون المؤدي بطبيعة الحال لارتفاع ديالها الدائم والمضطرد. وكأي نظام فإنه كيحمل الآليات ديال التحكم الخاصة به الموضوعة الآن عموما في المرحلة الحالية ديال الرأسمالية في يد البنوك والمقاولات المرتبطة بها والمؤسسات المالية العالمية ووكالات التنقيط إلى آخره. يندرج هذا النظام ديال المديونية كما عرفناه دابا عاد ضمن واحد السياق أشمل يمكن نسميوه واحد أسطورة الخصوبة الذاتية لرأس المال، بمعنى لو ميت دو لوتوفيدونتيتي دو كابيتال. بمعنى يعني إلا بغينا نزيدو ندقو، هو واحد الهوس نقدي اللي كيعتبر على أن للمال القدرة على التوليد الذاتي أو التوالد الذاتي خارج أي عملية إنتاج مادي. بهذا المعنى أن المديونية ولا نظام المديونية هو تلك الآلية التي مكنت وتمكن النظام المالي من الهيمنة الاقتصادية وبالتالي الهيمنة السياسية على العالم. اش من علاقة ما بين الرأسمالية والمديونية؟ حنا ولا جينا بعدا نشوفوا بشنو هو النظام الرأسمالي. اذا خدينا الان في واحد الدراسة يمكن حديثة، واحد 500 شركة الاكبر الان اللي كاين في العالم تم تأسيس الأكثر ديال النصف ديالها خلال نهاية ديال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، بمعنى هذه 100 سنة أو أكثر من 100 سنة. بهذا المعنى على أن التطور الرأسمالي الحالي مازال كيرتكز على ما تم بناؤه يعني في بداية البناء ديال النموذج. ظهرت الرأسمالية باش نزيدو نعمقوا على من كنهضروا، ظهرت الرأسمالية بالتضافر ديال واحد العدد ديال التحولات عميقة امتدت القرون. وكان التطور ديال المنظومه ديال الدين العمومي جنبا الى جنب مع السياسات الضريبيه جزء لا يتجزا من ديك التحولات. وصارت هاد التحولات مع العمليات ديال التراكم البدائي لراس المال اللي مهد الطريق للقدوم ديال العصر ديال الراسماليه. هذيك الاساليب المختلفه للتراكم البدائي اللي جابها العصر الراسمالي نشات في الاول بواحد التعاقب زمني معين وبشكل جماعي الى بغينا في الثلث الاخير من القرن السابع عشر، اللي احتضن فيه التراكم الراسمالي في ذاك الوقت هذاك النظام الاستعماري بالصيغه ديالو التقليديه والدين العام ولا فينونس مودرن الماليه الحديثه، وكذلك مع النظام الحمائي. دونك هذاك الرأسمالية اللي تنوصفوها الآن نشأت في الأول على يعني المزاحمة الحرة اللي ترتكزت على أسواق وطنية محمية إلى هذا الحد أو ذاك، اللي مكن هذه المزاحمة الحرة مع الحمائية مكنت من تطور واحد العدد من البلدان بشكل اللي بغينا نقوله طبيعي، خاصة في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وفي اليابان. اللي كتمثل يعني اليابان معها ألمانيا كتمثل آخر الدول اللي استفدت من الإمكانيات ديال التطور الرأسمالي يعني بين مزدوجتين اللي سميتو طبيعي. ولكن انتقلت
هذا النموذج الرأسمالي الناشئ انتقل خلال أقل من قرن إلى رأسماليات ديال الاحتكارات. هذا الانتقال لعب فيه رأس المال المالي دور حاسم وكبير. تم النشوء بعد ديال المصاريف يعني البنوك كوكالات ديال الائتمان والقرض، وارتبط بأشد الارتباط يعني بالتسليفات والقروض المقدمة للدول، ومعاه النشوء ديال النظام العالي المالي والدين العمومي. هذاك المصاريف اللي عاد نشأت في ذاك الوقيته تميزت يعني اختلفت على الدائنين يعني السابقين، اللي من دائما كانوا كاينين دائنين مرابين الى اخره، ولكن المضاف كانوا دائنين سلبيين يعني كيعطي كريدي وكيتسنى انه يرجع ليه. المصارف الناشئه في العهد ديال لا جينيس ديال الراسماليه تميزت بواحد الخصله اساسيه، تمثلت بانها تسعى بشكل دائم الى ضمان استرداد الديون ديالها عبر يعني التدخل شيئا شيئا في الاختيارات ديال المدينين سواء كانوا دول او شركات، بشكل اللي يضمن لها انها تسرد الديون ديالها بفرض بشكل او باخر سياسات ماليه وانتاجيه في صالح عالم المال. نظريا الدين العام ممكن كيتعتبر كواحد النظام مالي كيتم التفاوض على الإدارة ديالو ما بين الدولة والهيئات الوسيطة والممولين والفئات الاجتماعية الأكثر نفوذا. كتعتمد النتائج ديال التفاوض بطبيعة الحال على الميزان القوى بين كل بين الأطراف ديال هذاك التفاوض في كل مرحلة مرحلة. هذاك ميزان القوى كان كيميل أكثر فأكثر نحو القطاع المالي اللي كان كيتعاظم، واللي مع الوقت أصبح يدير فعليا الدول وكيحدد السياسات ديالها مع بعض الانقطاعات دالة في فترات تاريخية معينة اللي توارى في هذاك رأس المال المالي إلى الوراء. وكانت هذاك الانقطاعات في الغالب هي الفترات الأزمات الدورية ديال الرأسمالية اللي تزامنت كذلك أغلبها مع أزمات ديال الدين العام. طبيعة الحال هذاك البنوك ما كانتش قائمة فقط على القوة ديالها، ما كانتش قائمة فقط على القروض للحكومات والخدمة ديال الدين، ولكن كانت أثناء مراحل اللي هي حاسمة يعني كتفرض قوتها على إقراضها للرأسماليين الصناعيين وتمويل الاستثمارات، والاعتمد النمو ديالهم كذلك في المنتصف ديال القرن التاسع عشر على المركزة ديال المدخرات الصغيرة، هذيك المبالغ الصغيرة اللي ما يمكن ليهاش كلها على حدة أنها تستعمل كرأس مال نقدي، وتم التجميع ديالها في البنوك لتصبح كتلة نقدية مهمة وذات تأثير. طبيعة الحال كنسميو هذا التحول من الهيمنة ديال رأس مال إنتاجي صناعي إلى آخره للهيمنة ديال رأس مال المالي في نهاية المطاف كاين واحد المصطلح يتم تركه يعني من طرف الباحثين الى اخره، يعني شيئا فشيئا تم الترك ديال ذاك المصطلح، ولكن هو يمكننا من الفهم ديال مجموعه ديال الحويج اللي هو المصطلح ديال الامبرياليه. هذه الفكره ديال الامبرياليه اش كتعاوننا باش نفهموا جوج الانواع ديال المسائل، من جهه العلاقات السيطره اللي موجوده ما بين الراسماليين ديال المركز والشعوب ديال الاطراف، ومن جهه اخرى العلاقات اللي كتسود ما بين القوى الإمبريالية الكبرى عند كل مرحلة من مراحل التطور الرأسمالي. كما سبقت قلت أنه ديك الهامش ديال التنمية الرأسمالية السريعة والعادية سمح في القرن التاسع عشر ألمانيا واليابان بالوصول إلى وضعية قوى عظمى بحجم فرنسا وبريطانيا اللي سبقتوا من هذا الوضع. هاد الهامش ما بقاش متوفر يعني بالنسبة لمجموع الدول اللي كاينين يعني في الأطراف، حيث عمليا إلا بغينا نشوف الخريطة ديال العالم منذ يعني زمن كتميز بواحد إلا بغينا نسميوها هندسة ثابتة في المركز، بمعنى قوى إمبريالية اللي هي رأسمالية متقدمة اللي في نهاية المطاف دائما كما كنا كنعرفوها من السابق راه باقا هي النيت، وكاينه على المستوى ديال الاطراف
كاين واحد الا بغيتي تقول جغرافيا متحركه ديال التخلف، بمعنى يعني التغيرات اللي ممكن تكون هي في الوضعيه الا بغينا نقول الطرفيه لكل بلد تابع، او بالريكاندر فرانك ديال انه اللي كي شنو كيتنمى على المستوى ديال الاقتصادات الطرفيه كيتنمى يعني التنميه ديال التخلف. هذه النظريه الامبرياليه كت 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 يعني كتعتبر السبب ديال هذا التباين ما بين هاد الوتيرتين ديال التنميه، الى تحويل ممنهج للقيمه المحدثه في الاطراف لصالح الراسماليين اللي كاينين في المركز. وهذا التحويل كيتم عبر التدهور ديال الحدين ديال المبادلات لغير صالح الاطراف، المبادلات كنقولوا الاقتصاديه التجاريه الى اخره، وبالتناقص التدريجي للعائدات الماليه والارباح الصناعيه الى حدود صفر. وكانت النتيجه السياسيه ديال هذا التجفيف هي الفقدان للاستقلاليه السياسيه ديال الطبقات السائده في الاطراف. الاليه الاساسيه التي اعاقت التنميه الراسماليه المستقله والسريعه في البلدان ديال الاطراف شبه المستعمره الى اخره كانت هي الاستعمار المباشر بدايه، وفي قلبه تحويل ديال الثروات من الجنوب الى الشمال عبر النهب المباشر. وهذه الاليه استمرت وتعمقت بعد ما سمي بالاستقلالات. وهنا لعبت المديونيه العموميه واللي كيترافق معها يعني اتفاقات ديال التبادل الغير المتكافئ او اتفاقات التبادل الحر الدور الاساسي. دونك اشمن علاقه ما بين الهيمنه ديال القطاع المالي والنظام ديال المديونيه. المرحله الحاليه ديال الراسماليه ممكن اننا نميزوها بان واحد المرحله ديال لا فينونسياليزاسيون ديال التمييل، يعني اللي بدات في سنوات ديال السبعينات. هذه المرحله هذه كتقتضي واحد النمط من تراكم ديال الموارد قائم على اساس السلطه ديال القطاع المالي. في واحد الدراسة أكاديمية تنجزت في 2011 تم تسليط الضوء بشكل ملموس على التركز ديال السلطة والملكية في أيدي بعض المؤسسات البنكية. الناس اللي داروا ذاك الدراسة شدوا واحد 43 ألف شركة اللي هي أكثر أهمية في العالم، ووجدوا أنها بين هذيك 43 ألف شركة وجدوا مليون خيط رابط بينها. وفي وسط هاد العدد ديال الشركات صابوا يلاه 147 شركة تحوز النصف ديال ديك الشركات. 110 من هاد ال 147 شركه هي مؤسسات ماليه. بمعنى النتيجه انه القطاع البنكي عالميا ركز في هذه المرحله الحاليه ديال الراسماليه اللي هي المرحله ديال التمييل، ركز بين ايديه السلطه واضحى هو المؤثر الاول في السياسات والقرارات الاستراتيجيه الكبرى. في الولايات المتحدة راه ماشي الحزب الديمقراطي ولا الحزب الجمهوري هما اللي مهيمنين على السياسات الحكومية، فعمليا كاين واحد الحزب سري مسميه الحزب ديال وول ستريت. في أوروبا السلطة ديال البنوك وديال التكنوقراط اللي مرتبطين بهم يعني كيهدوا الديمقراطية. إلا شدينا ماكرون، شكون هو ماكرون؟ ماكرون هو واحد الموظف اللي كاين اللي كان في البنك ديال آل روتشيلد، واللي جابوه كوزير الماليه، ومن بعد دابا هو رئيس الدوله. ماريو مونتي اللي هو رئيس الوزراء ديال ايطاليا هو مستشار سابق ديال جولدمان ساتش. الحاله اليونانيه اكثر وضوحا، انتصرت فيه يعني الترويكا على الاصوات ديال الناخبين في 2015 وما قبلها. الى شينا نشوفوا حتى في المنطقه العربيه عقب يعني الانتفاضات، الى شينا تونس نهار طاح بن علي مشاو جابوا محمد كمال النابلي اللي هو خبير ديال 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 البنك العالمي وجابوه كوزير ديال الماليه. كذلك الى جنا نهار 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 جا السيسي بالانقلاب جاب معاه حازم ببلاوي اللي هو في نهايه المطاف موظف ديال المؤسسات الماليه الدوليه. نشوفوا كذلك في السودان حمدوك راه هو موظف ديال المؤسسات الماليه الدوليه عمليا اللي كان يعني قبل منه. دونك عمليا هناش كنقولوا على ان هذه السلطه ديال البنوك في نهايه المطاف هي مهدده للديمقراطيه وتسعى بشكل عام على الهيمنه على السلطه السياسيه وعلى القرار المباشر. في افريقيا وفي امريكا اللاتينيه البنوك تحوز يعني السلطات ديال تحديد السياسات المتبعه والفرض ديالها. كلنا كنعرفوا البرامج ديال التقويم الهيكلي كانت هي واحد المدخل
ديال الوضع اليد على المقدرات ديال البلدان وعلى التوجيه ديال المسار ديال التنموي في واحد الاتجاه ديال المزيد ديال الاندماج في المنظومه ديال المديونيه. كان يعني الفرض ديال التبني ديال الاستقلاليه ديال النظام المالي عبر الاستقلاليه ديال البنوك المركزيه واحد من هذه الاليات. ارتكزت السياسات الاقتصاديه المتبعه منذ السبعينات على عكس المنطق اللي ساد قبل منها. يعني كاين لا فينونسياليزاسيون بمعنى التمييل والضغط على الاجور، لم يعد النمو في نهايه المطاف ناتج على الحفز ديال الطلب ديال الاجراء، بل على يعني محفزات اخرى للاستهلاك ديال الاغنياء والديون، ديون اللي موجهه للاسر لي ميناج الى اخره، اللي كتسمح للفقراء ديال هذا النظام باش يستهلوا اكثر من مواردهم، والدول اللي باش يسمح لها تمويل العجوزات الناتجه على هذاك السياسات اللي هي متبعه. دونك منين جات هاد الديون هذه كامله، تطور واحد النظام مالي منفلت عن الرقابه وعنده واحد المنطق قائم بشكل كلي على المضاربه، حتى انه كيسميوه دابا اقتصاد ديال الكازينو. وتم اساسا هذا التطور هذا تم اساسا في الاقتصادات ديال البلدان ديال المركز، لكن تم ربط الاقتصادات ديال البلدان اللي هي في طريق النمو بهذه المنحه، ويعني مورا الاستقلالات السياسيه وخصوصا في بدايه السبعينات تم عبر مجموعه ديال الاليات، تم التقديم ديال القروض بشكل كبير للبلدان الافريقيه والامريكيه اللاتينيه والاسيويه ضمن واحد الاستراتيجيه ديال البلدان المركز اللي استهدفت تحقيق هدفين اساسيين. الاول التخلص من فائض ديال السيوله اللي توفر في البنوك نتيجه التضافر، واحد ثلاثه ديال العوامل، يعني تطور كبير في الموجودات الماليه من يعني المعروفه بالاورو دولار منذ نهايه الخمسينات القرن الماضي، والقرار الاحادي اللي قضى ديال الامريكان اللي قضى بوضع حد لثنائيه الدولار والذهب في 71، والازمه النفطيه اللي نتج عليها ارتفاع كبير في الثمن ديال النفط مؤديا لسيوله كبيره في البنوك المرتبطه بالبترول، يعني اللي عطانا داك الشيء اللي تنعرفوه بالبترودولار. هذا كان الهدف الاول. والهدف الثاني كان دعم ديال المخططات ديالها للخروج من اول ازمه ركود، يعني اللي جات من بعد 30 سنه المجيده واللي هو الركود الطويل، عبر دعم ديال الصادرات ديالها من المواد المصنعه ومن الوسائل ديال الانتاج. في الثمانينات نتجت ازمه عقد واحد زياده احاديه في النسب ديال 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 الفائده من قبل الفيد الاحتياطي الفيدرالي ديال امريكا، اللي هو في نهايه المطاف وخاضع لمراقبه البنوك الخاصه، مما ادى العجز واحد العدد كبير ديال الدول على السداد ديال المديونيه ديالها لان ارتفعت بشكل كبير، وادى التدخل ديال المؤسسات الماليه الدوليه من اجل فرض ديال البرامج التقويم الهيكلي، واللي عمليا تميزت بواحد الاقتطاعات كبرى من النفقات الاجتماعية وبإنشاء واحد نمط ضريبي غير عادل، مما أدى للخضوع الاقتصادي والمالي التام للدول. في التسعينات السياسات ديال الخصاصة والانفتاح المالي والتجاري يعني مكنت من تحويل واحد جزء من الدين الخارجي إلى داخلي وتزايد متسارع لذاك المديونية، وتم استعمال المديونية العمومية للإنقاذ البنكي، ووقعت انهيارات العملات الوطنية. أدت جميع هذه الإجراءات إلى اختلالات مالية تم دعمها بواحد الأصناف متعددة وكثيرة من المنتوجات البنكية اللي ما كترتكش على ضمانات مالية واقتصادية حقيقية، حتى أصبحت الصناعة ديال القروض عبر تخليق اللي بغينا نسميوه النقود واحد الرياضة مفضلة عند القطاع المالي. هذا المجموع ديال الاختلال المالي ادى لازمات عديده جدا، كانت الابرز ديالها الازمه ديال الرهون العقاريه واللي ادت لانهيارات ديال البنوك الى اخره، وتم الانقاذ ديالها عبر الماليه العموميه. وهذاك المبلغ ديال الانقاذات ديال المرتبط بهذاك الرهن العقاري ديال واحد العدد معين ديال المساكين، هذاك المبالغ تفوق الثمن ديال كل المساكين الموجوده في العالم. عمليا واحد العدد ديال الحوايج يعني كاين ما يتقال، ولكن عمليا وجدت واحد الحاله ديال ترابط كامل ما بين النظام المصرفي الشرعي المنظم الى اخره وبين تمويلات ديال الظل او ما يسمى بالظل المصرفي لو شادو بانكين،
وهذه راجعه لسياسات واعيه ديال الحكومات يعني اللي ادت لهذه الشهاده، واللي في اساسها يعني الفصل ديال البنوك المركزيه على الرقابه السياسيه، وبالتالي في نهايه المطاف على كل رقابه ديمقراطيه عن طريق هذاك الحاله ديال الاستقلاليات ديال البنوك المركزيه، وديال الحظر ديال الدول من التزود بما تحتاجه من تمويلات مباشره من ذاك البنوك المركزيه. ولات الدول بعوض ما تمشي تجيب الفلوس من البنك المركزي المفترض هو ديالها، ولات الضروره على انها تمر عبر البنوك الخاصه. وهذا الشيء يعني عمق الاليات اللي جعلت المديونيه تتولد ذاتيا انطلاقا من مديونيه سابقه. يمكن نلخص الاليات المولده للمديونيه العموميه في التالي، وعادي نمشي في نقاط سريعه. كما قلت، عروض قروض متتاليه وفق المصالح ديال الدائنين المتمثله في التخلص من سيوله نقديه فائضه وحفز الوالدات من السلع ديالها. ديون مشروطه، في الغالب ديون ثنائيه يتم تقديمها لغرض محدد، يعني شراء سلع محدده او وسائل انتاج من الدائنين، دو سيغتين مارشانديز او تحويلات متتاليه ديال الديون العموميه. واحد اهم التحويلات تمت وفق المخططات ديال اعاده جدوله الديون العموميه اللي جات غالبا عبر عقب البرامج التقويم الهيكلي، تمويل ديال المشاريع كبرى والعدد ديال منها يعني الغير موجدي كنسميهم فيها ولا بيضاء، وعندنا في المغرب منهم الكثير، يعني اتفاقيات ديال التبادل المتكافئ اللي كنسميوها يعني زورا اتفاقيات ديال التبادل الحر، واللي كتسبب في عجز الميزان التجاري وعجز ميزان الاداءات، واللي كيؤدي في نهايه المطاف اللجوء اكثر فاكثر للمديونين. يونس، نقطه اخيره، الاحداث ديال واحد النظام ضريبي غير عادل بتاتا بشكل مزيد من تعميق ديال الخدمه ديالو للاغنياء عن طريق ما يسمى او عن طريق الهدايا الضريبيه اللي كيسميوها في القوانين الماليه نفقات جبائيه، وعن طريق يعني تضريب الاستهلاك الجماهيري بشكل كبير، وما تيتمش الاستعمال ديال هذه المداخل الضريبيه في تمويل الخدمات العموميه، ولكنها تتوجه يعني راسا الى اداء ارباح البنوك. يونس هنا، يونس على اساس في النقاش، تحيه يونس، شكرا لك، واكيد انه واخا قطعتك سمح لي تقريبا تجاوزت الوقت بواحد 3 ديال الدقائق، لان اتفقنا شويه تكون شويه ديال المرونه، ولكن احتراما شويه باش ما نطولوش بزاف على المتتبعين والمتتبعات نضطروا نكون هنايا. وطبعا ما غاديش نعطي ملخص لما قلته لان غادي يزيد يطول علينا. إذا تنشكرك وتنعتبر في نهاية المطاف أن نظام المديونية هو سبب مباشر في دمار الاقتصاد سواء محليا أو على مستوى عدد من البلدان، وتسبب في واحد التراجع كبير ديال الميزانيات العمومية، وتنعكس سلبا على قطاعات حيوية كالصحة والتعليم. بالنسبة للمغرب مثلا، أدخلت الدولة نظام السيغما في قطاع الصحة العمومية، أي الأداء مقابل الخدمة، ووزعت بطاقة الرميد على المواطنات والمواطنين الفقراء، وهي في الحقيقة بدون قيمة حقيقية، لأن معظم المستشفيات العمومية اليوم تفتقد التجهيزات الأساسية والرقود الطبية والشبه الطبية. وتعمل الدولة أيضا على فرض الهشاشة بقطاع التعليم بعدما تراجعت عن توفير الحاجيات الأساسية ولم تعد البنية التعليمية سوى أبنية شبه فارغة. كما تم طبعا إغلاق تشغيل تقريبا في وجه مئات الآلاف من الراغبين في العمل، وصف المعدل العام للبطالة إلى حوالي 12% حاليا. المداخلة الثانية معك سي نجيب، من خلالها سنحاول أن نناقش العلاقة بين المديونية والانعكاس السلبي ديالها على سياسة الدولة في مختلف القطاعات والخدمات الاجتماعية. إذا تفضل سي نجيب. Social. Vous avez la parole, monsieur Najib. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Bonjour, Al-Arbi. حقيقة أولا الأخ العربي تكلم وعلى حق على المحتي على السجناء رأي وطبعا تضامن مع الأخ الراضي ويكون طبعا مع notre frère Radi qui doit être fort الصحفيين كلهم اللي يقولون بآرائهم، ولكن تسمح لي ايضا انا نجيب بانه خص تضامن
ايضا مع الاخ معطي منجيب avec notre frère معطي منجيب كنذكر بانه على الاسف هو كيخوض malheureusement depuis le 4 mars il poursuit une grève de faim et en réalité chacun doit intensifier les expressions respectives pour exprimer notre solidarité avec tous les prisonniers d'opinion au Maroc pour atteindre, pour que, qu'ils soient mis en liberté. D'accord. En relation avec notre thématique, j'ai bien entendu un mot qui m'a cadre théorique international et donc dans le contexte de mondialisation تفاقم وتطور المديوني انا باش نكون مكمل لهذا التدخل غادي نحاول اولا نبين بانه اولا بعدا نحاول نكونوا على الصعيد المغرب الحاله ديال المغرب ثانيا انا الفكره الاساسيه بالنسبه لي ان في الحقيقه العلاقه بين المديونيه والسياسات العموميه هي علاقه جدليه حيث انه المديونيه خصنا نتطرقوا لها كنتيجه وسبب لسياسات عموميه معينه سياسات تكرس التبعية والاستغلال أي كنا نقول بأنها في الحقيقة هي وسيلة وغاية هي نقطة تلاقي بين مصالح دولية وطبعا النظام الرأسمالي والأخ تكلم على هذه القضية ولكن خصنا نعرف أيضا بأنه هذه المصالح الدولية راها ما يمكن لهاش تطور بدون تلاقي مع مصالح داخلية في كل بلد أي أن المصالح الدولية تتلاقى مع مصالح طبقية داخلية والشيء اللي كيجعل أنه كتنمى المديونية بالطريقة اللي غنحاولوا نفسرها إذن قلت بأنه الفكرة الأساسية بالنسبة لي هي أنه كاين سياسات عمومية اللي كتأدي للمديونية والمديونية بدورها تفرض سياسات عمومية معينة هذه هي الجدلية اللي كتبان لي مهمة وغنحاول بينها بعجالة في الحالة ديال المغرب Je la démontrer brièvement l'État du Maroc et pour si nous voulons rester dans l'ère ou les dernières décennies, la vraie transformation, c'est vers la fin des années 80 siècle et au début des années 80. Et je veux rappeler que فداك الوقت يا ايتي الثوره النيوليبراليه المحافظه ليبرال كونسيرفاتريس التعبير الاول دونك كان حقيقه ما سمي بالثوره ضد الجبايه لا ريفولت فيسكال حيث انه تطورت ايديولوجيه معينه
اللي ركبت على واحد الشعور اللي يمكن الواحد يفهمه ديال بعض المواطنين في بعض الدول واللي اعتبروا بأنه ما يسمى بالضغط الجبائي كان قوي. إذن أصحاب الإيديولوجيا النيوليبرالية ركبوا على هذا الشعور، وفي الحقيقة عبر الطلب بالتخفيض من العبء الجبائي، ما يسمينه هنا هو بالعبء الجبائي، الهدف الحقيقي شكون هو في الحقيقة؟ شنو هو؟ عبر محاربة الضريبة. الهدف الحقيقي كان هو محاربة الدولة. على طبعا فرض منطق السوق، منطق السوق الحرة ومنطق القطاع الخاص في كل المجالات عبر العالم، على حساب طبعا على حساب الدولة والخدمة العمومية. هذا هو الهدف الحقيقي. طيب إذن ما وقع في الحقيقة هو أنه في الثمانينات كل بلد عاش سيناريو بخصوصياته، ولكن في المغرب عشنا ما سميناه بسياسة التقويم الهيكلي. في الحقيقة هذه السياسة هذه الآن لما التاريخ حكم كان عارفوا بأنه الهدف الأساسي ديالها كان هو من جهة يمكننا نقوله محورين، هدفين أساسيين. الهدف الأول هو فرض منطق السوق في كل المجالات وتراجع الدولة. الهدف الثاني هو إدماج الاقتصاد المغربي في العولمة، في العولمة في السوق الدولية، لا مونديالاسيون عبر تحرير مونديال الأسواق داخلية انترن الخارجية مارشي اكسترن او اكستيريور. ما يهمني في هذا كيمونتيريس دونك باش نبقى في الموضوع، ما يهمني هو انه في الحقيقة ما وقع هو سياسة جبائية، une politique fiscale اللي fiscale objectivement والأرقام والاحصائيات كلها بين تمان، يمكن نعطيكم الأرقام والاحصائيات اللي بغيتوا. المهم الاحصائيات كتبين démontre que الضغط الجبائي la pression fiscale خفض، ولكن اولا وقبل كل شيء en premier lieu خفض il y avait une réduction أصحاب رأس المال ومداخيل رأس المال capitaliste et les revenus du capital والثروات الكبرى et les grandes fortunes أكثر منه على مداخيل العمل que les revenus إذن النتيجة، النتيجة دابا اليوم اللي شفنا الوضع aujourd'hui le résultat الوضع اليوم من بعد 30 أو 40 سنة ديال هاد السياسة 30 أو 40 ans de cette politique et نربطوها بالمديونية الحقيقة شنو قال lié à l'endettement. ماذا وقع؟ qu'est-ce qui s'est passé؟ ما وقع هو أنه موضوعيا objectivement الدولة افتقدت إمكانيات تمويل capacité de financer خدمات des services والمرافق العمومية et des services publics. أكثر من هذا، أكثر من هذا plus et فقدت l'État manque إمكانيات تمويل capacité de financement même l'autofinancement des besoins de l'État les plus simples et les plus basiques.
عبر الأرقام ديال اللي هي الأرقام ديال ممكن نقول قانون المالية ديال سنة 2021 سنة 2021 نعطيكم أرقام اللي تبين هذه الإشكالية وتبين كيف أن هذه العلاقة الجدلية بين إضعاف إمكانيات التمويل الذاتي ديال الدولة وارتفاع المديونية والدخول في ذاك النفق لامباس النفق ديال المديونية شنو كان الشيخ قلنا الأرقام ديال 2021 أولا عندنا واحد المؤشر اللي كان اعتبره أنا دال جدا شنو هو مؤشر بسيط معدل بسيط كنديرو كناخدو المداخيل الضريبية اللي كتدخل عبر النظام الضريبي كله وكنحاولوا نشوفوا داك المداخيل الضريبية شنو هي النسبة ديال التغطية ديال النفقات العمومية كلها ديال الميزانية ديال الدولة أي بعبارة أخرى كنبغيو نعرفوا هذه الدولة اليوم عندها ميزانية نفقات متعددة في التسيير في الاستثمار في الخدمة ديال الدين عندها نفقات نعتبروها 100 أمام هاد 100 شحال ديال المداخل الضريبية كنجلبو باش نغطيو هاد النفقات الأرقام ديال 2021 كتعطينا هاد المعدل ما كيتعداش 53% هاد العشر سنوات الأخيرة كانت بين 60 و 62% اليوم نزلنا 53% خص الواحد يفهم بأنه وكتراشي خصنا عرفوا هاد القضية بالنسبة لبلد كالمغرب اللي في الحقيقة ما عندوش إمكانيات تمويل ما عندوش ثروات طبيعية اللي غادي يمكن تعوض المداخل الضريبية ما عندناش شي موارد إذن المداخل الضريبية هي اللي خصها تكون تكون القسط الأكثر أكثر من 80% خصها تغطي أكثر من 80% من النفقات ديال الدولة إلا بغينا نكونوا في واحد الوضع اللي على محل يكون شوية واحد المسافة مع المديونية أما وأن هذا المعدل يبقى في 53 ولا 54 ولا 55 يمكن نقولوا كاين بعض المداخل اللي هي غير جبائية يقال عادية كالمداخل مثلا ديال الدولة متعددة في الحالة ديال المغرب سنعرفوا بأنه هذه المداخل الغير جبائية ولكن عادية يمكن لها ترفع ديك 53% ترفعوا 60% 62 63% كيبقى وهذا هو المهم بالنسبة للمديونية تيبقى أنه واحد الهوة الشاسعة كتبقى بين المداخيل ديال الدولة والنفقات ديالها اللي في الحالة ديال المغرب دابا اليوم كنا نقدروها بما يقرب 40% بين 35 و 40% إذن هذا اش كيعني كيعني أننا مين كيكون عندنا نظام ضريبي سياسة ضريبية اللي كتأدي لهذه النتيجة تيرجع من المفروض من الحتمي كيرجع حتمي أن الدولة باش تمول ذاك 40% الباقية ديال النفقات ديالها ما كيبقى لها حل آخر حل بين قوسين إلا المديونية وهكذا كيبان هذه العلاقة الجدلية بين سياسة جبائية اللي واش
في حاجة نذكركم بأن النظام الجنائي الحالي اليوم هو ماشي غير نظام غير ناجع، لأن أنا قلت لكم غير ناجع لأنه يعجز أولاً باش يمد الميزانية الدولة بالموارد الضرورية باش يغطي جزء كبير من النفقات. إذن ماشي هو نظام غير ناجع، هو أيضا نظام غير عادل، وأنا كتعرفوا كنقول دائما هو غير ناجع لأنه غير عادل، وهو غير عادل لأنه غير ناجع. هذه هي الجدلية الأشياء. إذن نجيب وي بدأ الوقت يزاح منا شوية. نعم حال قليل الوقت، بقاتك شي جوج دقائق ولا ثلاثة دقائق. إوا إذن في ثلاثة ديال الدقائق شنو غيمكن لي نقول لكم يا أخي؟ كل صراحة الوقت يمر بسرعة. أنا كنت بغيت نعق وي مادام أنتم اللي كتسيروا، أنتم اللي كتحتموا. أنا شنو كان مازال نقول لكم على جوج نقط. نعم. أول حاجة باغي نبين لكم الكلفة ديال المديونية بالنسبة للخدمات العمومية عبر الأرقام ديال 2021. إلا خدينا غير الخدمة ديال الدين في الميزانية ديال 21 اللي كتوصل ل 78 مليار ديال الدرهم، نقولوا ما بين 6-7% ديال الناتج الداخلي الخام. إلا قربنا هاد 78 مليار ديال الدرهم اللي غادي تخرج من الميزانية ديال الدولة، غادي تخرج من الميزانية الدولة، وقارناها مثلا كيف قلت مثلا غير بالميزانية ديال الصحة، الميزانية ديال الصحة في 2021 مع في السنة اللي هي راها مازالين كان عاني من الأزمة ديال كوفيد، الميزانية ديال الصحة ما تعداش 19 مليار ونص، ما يقرب 20 مليار. أي أن غير الخدمة ديال الدين، الخدمة ديال الدين في الميزانية يمثل أربع مرات من ميزانية ديال الصحة بكاملها. يمكن لي نعطيكم أمثلة متعددة مع ميزانيات اجتماعية أخرى ولكن ما عنديش الوقت. قد النقطة الأخيرة وغادي نفضي النقطة الأخيرة اللي كتبان لي بكل صراحة مهمة جدا، شنو هي؟ لأنه دابا أنا سمعتكم غادي تتكلموا كتتكلموا في الحقيقة على المديونية، كيف تنسميوها؟ المديونية الكريهة، لا ديت اوديوز اللي انا كنعتبر بانه هي اللي خصها تكون حقيقه مجال ديال النضال ديال المنظمات كاتاك. بالنسبه للمغرب طبعا خصنا نديرو تدقيق، ولكن بكل صراحه قبل، لان العمليه ديال التدقيق يمكن خصها امكانيات تطلب وقت. يمكن أنا كنظن بأنه اليوم يمكن نفتحوا مجال ديال النضال اللي هو مهم جدا في هذه القضية المديونية عبر واحد المنطق بسيط. احنا كنطلبوا جميع تيقول لك بأنه في الدستور كاين المبدأ ديال المساءلة والمحاسبة، ياك يعني المسؤولية والمحاسبة، فنطلبوا المفارقة اللي كاينه شنو هي؟ هي أنه نطالب المساءلة والمساءلة لكل ما هو أنا كنعيط له الحيط القصور، ولكن الكبار وفي هذا المجال ديال المديونية خصنا نطلبوا المساءلة والمحاسبة ديال المنظمات الدولية الدائنة للمغرب اللي غرقت هذه البلاد بالمديونية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، البنك الإفريقي. هادو كلهم راهم منظمات هادي دابا 40-50 سنة وهما كيغرقوا المغرب في المديونية، ولكن لا أحد يجرؤ باش يقول لهم أودي هاد الديون اللي عطيتيهم شنو درتيو بهم؟ من هاد المشاريع اللي قلتيو لنا بأنهم بغيتوا تمولوهم
شنو هو كان المآل ديالهم؟ اي بعباره اخرى خصنا نطلبوا داك نحطوا العلاقه بين التقارير والمشاريع اللي كيحطوا لنا هاد المنظمات الدوليه والديون اللي كيعطيونا والنتائج ديال داك الديون حقيقه نجيب هادو تيبانوا هاداتي انا غنصف داي شكرا كيبان لي بانه بكل صدق هذا مجال اللي خصنا نهتموا به في منظمه بحال اتاك وكنظن بانه من بين المشاكل الاساسيه حتى من البدا ديال 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 المال العمومي لان هذا مال عمومي وكنخلصوه من الضرائب ديال الجميع. يخصنا مثلا حتى في المغرب نطلبوا المجلس ديال ديال المحاسبه لا كور دي كونت. علاش مجلس المحاسبه ما كيديرش تقارير حول الديون ديال المنظمات الدوليه؟ الاخ نجيب نتمنوا يكون هذا موضوع نقاش، غنكتفي بهذا القدر هذا. اذا نتمنوا هذا يكون موضوع نقاش بين منظمات النظام في المغرب من اجل فرض تدقيق المديونيه العموميه. اذا من خلال المداخلتين سواء الاولى والثانيه اتضح حجم خطوره المديونيه وايضا لا شرعيتها باعتبارها نظاما للاستنزاف وقاه الشعوب، ومعلوم ان جزء هام من الاموال المقترضه لا يتم استعمالها لمصلحه الشعوب المعنيه، بل يتم نهبها واستعمالها في مشاريع دون فائده وفي قمع الشعوب. لذلك تعالت اصوات مناضله كثيره على المستوى العالمي المطالبه بتدقيق المديونه العموميه، وهو الامر نفسه الذي تناضل جمعيه اتاك المغرب من اجله، وقد اصدرت عده نداءات اهمها نداء نوفمبر 2014 تحت عنوان من اجل تدقيق الديون العموميه المغربيه لا تنميه دون الغاء المديونيه، الا ان ضعف تجاوب القوى المناضله المعنيه مع الاسف لم يسمح بالتقدم. وتوجد ايضا تجارب هامه اخرى بالمنطقه المغاربيه وتجارب دوليه اخرى عديده. من خلال المداخله الثالثه سنلتقي مع ليلى رياحي لتتقاسم معنا التجربة التونسية بعد إسقاط الشعب التونسي للديكتاتور بن علي، ومع زوي لتتقاسم معنا تجربة التدقيق باليونان. بالنسبة لتونس ظلت المديونية ربما الأمر المقدس الوحيد فرغم تعقب عدة حكومات، تقريبا 9 حكومات منذ إسقاط الديكتاتور بن علي، فلا أحد تجرأ على طرح تدقيق مديونية الدكتاتور بن علي باستثناء محاولة حكومة حمادي الجبالي سنة 2012 والتي سحبت بسرعة التي سحبت بسرعة مقترح تدقيق المديونية. ولكن هناك تجارب أخرى بالنسبة لتونس، أهمها التجربة التي تم إطلاقها في 17 جانفي 2015 التي تم إطلاقها من طرف الجبهة الشعبية وريد أتاك تونس تحت شعار التدقيق في المديونية إحنا أولى بفلوسنا. وهناك أيضا تجارب شبابية أخرى. معك ليلى. ليلى تسمعيني؟ صافي. معك ليلى، سنحاول فهم ما جرى ويجري وما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من خلال ما تريناه مهما لمناقشة التجربية التونسية بخصوص تدقيق الديون. إذا تفضلي ليلى. شكرا. في البداية شكرا على الاستضافة، وشكرا سي يونس وأكسبي على المداخلات اللي فعلا حطت الإطار العام بطريقة جيدة، وهذا سهل علي جدا لأنه العديد من الملاحظات والظواهر اللي حكيوا عليها الرفاق موجودة معناها في التجربة التونسية، وباش نحاول نعرج عليها بعجالة. ما نعرفش انا عملت بارتاج ديكرون، ما نعرفش اذا كان شغال يخدم. مزيان بارتاج عندك تنشوفه ليلى؟ مزيان اوكي. لحظه. حبيت نبدا يعني من 2010 2011 من فتره الثوره. هما حابب باش نحكي على مسارين اثنين متزامنين، وهو مسار التدين ما بعد الثورة ومسار مناهضة الديون في تونس ما بعد الثورة.
حكي قبيلة المتدخل على في تجربة تونس سيونس على مصطفى كمال النابلي واللي هو كان في البنك الدولي واللي في 17 جانفي 2011 يعني ثلاثة أيام بعد هروب بن علي تم أصبح محافظ البنك المركزي التونسي، وفي 21 جانفي يعني أسبوع بالضبط قام ببلاغ من البنك المركزي يقول إن فيه أن تونس ستسدد ديونها. هذا يوري بالضبط طبيعة العلاقة ما بين المؤسسات المالية العالمية والدور اللي تنجم تقوم به من داخل المؤسسات الوطنية كصندوق النقد الدولي. وفعلا في ماي 2011 أبرمت تونس شراكة دوفيل، مشاركة تونس في فعاليات شراكة دوفيل، وهي عبارة على كرتيل من المؤسسات المالية العالمية وكذلك من الممولين من عدة بلدان. وكانت هي علاش أنا نأكد عليها، لأنه كانت يعني حركة غير مسبوقة من مؤسسات بحكم أنها اجتمعت في ردا على الثورات العربية التي كانت في الفترة هذيك قائمة وما زالت قائمة لكنها انطلقت، ردا على هذه التحركات الشعبية في المناطق العربية. قامت بهذه الندوة الكبيرة وأبرمت شراكة دوفيل، وأمضت عليها العديد من تقريبا كل المؤسسات المالية العالمية. هذه صورة تعطي فكرة، هناك البنك الإفريقي، وهناك صندوق النقد، البنك الدولي EFC اللي هي الذراع المالي للبنك الدولي، وعدة مؤسسات أخرى. وشملت شراكة دوفيل عدة بلدان من ضمنها المغرب والأردن وليبيا والبلدان التي كانت تعرف حراك ثوري في تلك الفترة. وكانت هذه إجابة موحدة لكافة الممولين، نذكر منهم أيضا قطر والسعودية والاتحاد الأوروبي وغيره، ووضعوا إطار للسياسات الاقتصادية أو الترانزيشن ايكونوميك، التحول الاقتصادي في البلدان التي تحاول آنذاك التخلص من الديكتاتورية. فعلا في 2012 الحكومة التونسية توجهت برسالة نوايا وطلبت قرضا من صندوق النقد الدولي. في تلك الفترة كانت الحكومة تمت المصادقة على الحكومة بعد الانتخابات، وكان وزير المالية يتمثل في الياس الفخفاخ. في الفترة هذيك أيضا عرفت تونس حراك من شبابها الذي متواجد في الخارج وخاصة في أوروبا عن طريق حملة اسمها أسات أوديتون لكريانس أنفير لاتونيزي، المطالب التي تطالب بتدقيق في الديون، والتي ربطت مع عدة منظمات منها CADTM وأتاك، وحاولت تجميع على الأقل إمضاءات نواب أوروبيين المطالبين هم أيضا بتدقيق الديون التونسية. لكن مثل ما لاحظنا من ناحية تونسية، من كان يتواجد بالسلطة لم يكن معني بقضية التدقيق في الديون. بعد شراكة دوفيل انطلقت المشاورات مع صندوق النقد الدولي، وفي تلك الفترة أتى مقترح قانون من كتلة برلمانية وهي كتلة المؤتمر، وهو حزب لم يعد موجود اليوم، وهو الحزب الذي كان الذي منه المنصف المرزوقي الذي كان سابقا رئيس تونس. وكانت كانت أول مقترح تدقيق في المديونية في 2012. ثم وتزامنا مع مشاورات بين صندوق النقد الدولي وتونس، انطلقت حملة شبابية مناهضة لصندوق النقد ولسياساته في تونس اسمها حملة ميغيل والناش، وهي قامت بعدة يعني اشتغلت على عدة مواضيع، من ضمنها أنها إحراج الياس الفخفاخ، لأنه كان يقول أنه رسالة النوايا صادرة عن الحكومة التونسية، بينما واضح أن الرسالة في حد ذاتها صيغت وتمت صياغتها في صندوق النقد الدولي. وقاموا بنشر يعني في إطار حملة ميغيل والناش بتوزيع مناشير وبتنظيم ندوات صحفية وغيره، ومكن هذا من الكلمة اللي نحب نقولها استدراج
وزير البالية لمجلس النواب في إطار أوديونس يعني جلسات استماع حول حول برامو لهذا العقد باسم تونس دون استشارة مجلس النواب وهي الآلية المعتمدة مع صندوق النقد الدولي لكن أحدثت ضجة إعلامية في الفترة هذه رغم ذلك في جوان 2013 تم توقيع الاتفاق وهو اتفاق استعداد ائتماني وهوني باش ناخذ فاصل صغير نحكي على تاريخ تونس مع صندوق النقد الدولي لو لاحظت ركزت على صندوق النقد الدولي لأنه القاطرة الأساسية في مسألة المديونية خاصة بعد الأزمات فهو الذي كيف يقود عملية استدراج البلدان نحو مزيد من المديونية. لاحظوا مثلا في سنة 1986 بداية الباس برنامج التقويم الهيكلي Programme d'ajustement structurel وهو ينطلق بداية سنة 1986 ونلاحظ أن 1991 تونس تقترض مجددا من صندوق النقد الدولي في إطار تسهيل الصندوق الممتد وهي آلية ثانية وهي نوعا ما مثل الآلية الأولى تأتي لاستدراج البلد والآلية الثانية تأتي لمزيد إغراقه بالمديونية وهذا بالضبط ما حدث في فترة 2013-2016 حيث تم الإمضاء على اتفاق استعداد ائتماني سنة 2013 ثم تسهيل صندوق ممتد سنة 2016 وكان ذلك الطريقة التي تمت بها تعبئة الميزانية مجددا بالديون في 2016 في 2016 أيضا وفي هذا الإطار أتى المقترح الثاني للتدقيق في المديونية وهو مقترح قانون من كتلة الجبهة الشعبية في 17 فصل ويحدد مثلا أنواع الديون الكريهة والديون غير الشرعية والديون غير القانونية وهذا إطار سمح على الأقل بتوضيح الرؤية في مسألة الديون لأنه بالنسبة للتوانسة هناك خطاب متداول على أساس أنه تونس كدولة يجب أن تسدد ديونها وهذا مسألة مبدئي وكل هذا الموضوع لكن في الحقيقة التوانسة بصفة عامة ما يعرفوش اللي الديون التي تأخذها ديكتاتورية باسم الشعب للشعب الحق أنه يرفض أنه يخلصها وهناك آليات عدة وهناك تجارب عدة في هذا الموضوع فكان لمقترح قانون التدقيق في المديونية سنة 2016 دور في التوعية أكثر بهذه القضية 2016 أيضا بعد وإلا تزامنا مع توقيع تسهيل الصندوق الممتد تم تمرير قانون خطير جدا وهو قانون استقلالية البنك المركزي لن أطيل الحديث عنه لكنه يحمل في طياته قضيتين اثنتين القضية الأولى وهي أن الدولة التونسية ما عادش تنجم تقترض من البنك التونسي من البنك المركزي التونسي والمسألة الثانية أنه لا ما عادش عندها قدرة على التحكم في الدخول وخروج العملة الصعبة وقيمة الدينار وكل هذا وكان للقانون هذا تداعيات خطيرة جدا على مسألة المديونية لخاصة المرصد التونسي للاقتصاد في هذا الرسم البياني نراو سنة 2014-2015 كيف كان حجم الدين وكيف انزلق الدينار وتداعيات انزلاق الدينار منذ 2016 وحتى 2018 وكيف أثر تأثير سعر الصرف على تراكم المديونية هذا الرسم البياني الثاني يعبر أيضا على تطور الدين الخارجي التونسي والدين المحلي والدين الخارجي التونسي وخدمة الدين في حد ذاتها حتى سنة
2018 ونلاحظ تراكم معناها سريع للديون ونسق ارتفاع متواصل بعد جائحة الكوفيد وسنة في سنة 2020 مرة أخرى الدولة التونسية تتدين مجددا لدى بنك لدى صندوق النقد عبر أداة تمويل أداة التمويل السريع وهي أداة معناها تم وضعها على ذمة البلدان التي في حاجة إلى سيولة سريعة من ضمنها تونس وأتى أيضا في هذه الفترة نداء شعوب الجنوب المطالب بإلغاء ديون الدول الجنوب وإعادة النظر في سياسات التجارة الحرة وعموما مناويل هذه البلدان اللي حبيت ناخذ ملاحظة صغيرة حول النشطية والحراك ضد سياسات الديون في تونس منذ 2011 وإلى حدود هذه الفترة الأخيرة لاحظنا أنه هناك قضية الديون تطرح لكنها تطرح من طرف منظمات تطرح من طرف جمعيات بعض الجمعيات والمنظمات التي تقريبا هي متخصصة في هذا الموضوع ومتخصصة بمعنى أنها تحمل هذه القضية وتحاول الدفاع عنها والتعريف بها في وعلى العديد من الأشخاص هم نفسهم في منظمات وفي حركات شبابية وغيره ويحاولون عبر كل الطرق التوعية بهذا الموضوع لكن بعد جائحة الكورونا والأزمة الاقتصادية التي حلت في منطقتنا وفي تونس أيضا من جراء هذه الجائحة لاحظنا أنه هناك تفاقم كبير للديون لأنه هنا مثلا تونس وصلت إلى نسبة 100.1% من ناتجها المحلي الخام ديون معناها إذا ما تخلصهم يعني الدين بالنسبة للمواطن تونسي من اللي كان تقريبا 3 دينارات في 2010 أصبح 3000 دينار للمواطن في 2010 أصبح اليوم يناهز ولا أكثر شوية من 9000 دينار لكل مواطن هذا بالإضافة إلى كل التداعيات الأخرى في 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 قدرة البلد على الإنتاج إتسيترا وفي عموما معناها الاقتصاد كله في شك في نحو الانهيار هذا التابلو هذا من قانون المالية لسنة 2021 نجم لاحظوا موارد حجم موارد الاقتراض الخارجي مقارنة بموارد الخزينة وأيضا مقارنة بتسديد أصل الدين الخارجي يعني تقريبا أصبحنا نتدين من أجل خلاص ديون سابقة وهذه لمحة عن الحجم أيضا حسب السنوات من 86 حتى 2021 حسب ما نتوقعه حسب قانون ميزانية 2021 قانون مالية 2021 تضخم الديون بشكل كبير جدا بالموازي مع كل هذا حكيت شوية معنا معجلة على الحالة الاقتصادية اليوم في تونس اليوم في تونس الحالة الاقتصادية عموما اللي نجم نقولوه اللي الفترة متاع الكوفيد أتت على العديد والعديد من النشاطات الاقتصادية خاصة الشركات الصغرى جدا ميكرو انتربريز وهي شركات هشة وقريبة من الاقتصاد الغير مهيكل الاقتصاد الغير مهيكل أيضا في حد ذاته اللي هو يمثل 50% من الاقتصاد التونسي تعرض إلى عملية تفقير كبيرة جدا الموظفون الذين يتم اقتطاع من الاقتطاع من اجرتهم منذ سنتين تقريبا 1% من دون اي وجه حق بالاضافه الى كل ما يدفعونه من ضرائب وغيره امام الانفلاسيون معناها غلاء اسعار المواد الاساسيه ونتيجه الاحتكار وعده ميكانيزمات في داخل الاقتصاد التونسي أصبحوا أيضا في على هوية الفقر
بالإضافة إلى قطاع الفلاحة والفلاحين بصفة عامة، اللي هما أيضا يعانون من هذا المنوال الاقتصادي ومن السياسات اللي ماشية فيها تونس اليوم. الحاجة الجديدة ولا اللي نجموا نلاحظوها اللي في الحراك الاجتماعي المطالب مثلا بمساعدة الشركات الصغرى، أصبح اليوم الحديث على المديونية وعلى تعليق المديونية على الأقل في السنوات هذه لإعطاء للاقتصاد التونسي الفرصة أنه يتعافى ويعيد وضع دورة إنتاجية سليمة، اللي كان يحكي فيه قبيلة دكتور أكسبي هو بالفعل هذاك. يعني نحن مقيدون بمنوال اقتصادي غير منتج تتحكم فيه مجموعات ريعية صغيرة في العدد، لكنها تستأصل كامل الثروة التي تنتجها البلاد، وهي تساعد، وهي الكوروا دو ترانسميسيون، يعني في علاقة مباشرة مع المؤسسات المالية العالمية لأنها نفسها تمتلك البنوك. وبفعل تمرير قانون استقلالية البنك المركزي أصبح البنك المركزي يمكنه تمويل الاقتصاد ومن ناحية أخرى يقترض، يعني يأخذ من عند المؤسسات المالية العالمية ثم يعطي للبنوك التجارية التي هي تقرضه بعد ذلك. معناها أصبح السيستم كله في غير عقلاني البتة. وهذا اليوم الفئات المنجة فهمت الوضعية هذه. اليوم الشركات الصغرى تطالب بإعادة النظر في قانون البنك المركزي، تطالب بتعليق سداد الديون، كذلك الفلاحين يطالبون بإلغاء ديونهم، معناها وهذه كل يحطنا اليوم في وضعية أنه حقيقة فما فرصة في بالنسبة لتونس أنها تطرح قضية الديون بطريقة جدية وعميقة، لأنه إلى حد الآن لم تكن غير المنظمات التي تتحدث وتتحرك على هذا الموضوع. اليوم أصبحت فئات اجتماعية منتجة، وأصبح أصحاب الحق والمتضررين المباشرين من هذه السياسات أصبحوا على وعي، معناها ولد واضحة عندهم. تونس تدين باش تعطي فلوس لبعض الشركات الكبرى والمتغولة والتي تمتلك البنوك وتمتلك رؤوس الأموال والتي هي في الحقيقة تعتبر لا وطنية. يعني مسألة السيادة اليوم في تونس أصبحت من المسائل التي معناها يتعرض لها ولا يتحدث عنها الحراك الاجتماعي بأنواعه، إن كان ذلك في تونس العاصمة حركات الشبابية الناشطة، أو في الأحياء الشعبية، أو في بالنسبة للفلاحين، أو كل هذه الفئات اليوم أصبحت تتحدث عن السيادة الغذائية كأساس لاقتصاد سليم، ووجوب القطع مع سياسة التدين والديون، ووجوب القطع مع إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية، وأيضا الزكار الاتفاقيات التي تسلب في نفس الوقت ثروة الشعوب وحقوقها، لأنه في هذا الكل الحكومة التونسية اليوم قدام الأزمة الاقتصادية الكبيرة شنو هي الإجابة متاعها؟ صورة معبرة، إجابتها هي القمع، وهي الإجابة الوحيدة التي لديها. قمع الحركات في الأحياء، قمع الحركات عند الفلاحة بالغازات السامة، بموجات اعتقالات عشوائية طالت في 2000 خلاص طالت في جانفي 2021 2000 شاب بطريقة عشوائية بتاتا. معناها نتمنى نكون نقلت، معناها كنت وفية لما يحدث في تونس حول قضية الديون. هذه القضية تجمعنا. هناك أيضا حديث اليوم على فكرة أنه لماذا يفاوض الممولون بلداننا كل بلد على حدة، ولماذا
نحن لا نهتم باندماجنا الماء في المنطقة الجغرافية والمناخية اللي احنا فيها حتى نتمكن من صد هذه المحاولات الإرباك حسب رأيي. شكرا. أشكرك ليلى مرة أخرى على المداخلة ديالك. ندوزو المداخلة الرابعة. قبل ما ندوز المداخلة الرابعة أذكر المتتبعين والمتتبعات أن هذه المداخلة طبعا غتكون باللغة الفرنسية وبإمكانهم غادي يمشيو للأسفل على اليمين وانتربريتاسيون غادي ليكون اللي في أونجلي غادي يبركو على الأونجلي وغادي يتصنتو بالعربية. إذن غادي ندوزو كما قلت المداخلة الرابعة التي ستنقلنا في نظري لواحد التجربة غاية في الأهمية لأنها لعدة أسباب. أولا لأنها كشفت بالملموس أن أزمة المديونية مبقاش داك الطرح التقليدي القديم أنها متعلقة فقط بالجنوب ولكن أيضا بأوروبا، وتتكشف لنا واحد الحقيقة أخرى وهو أن المعركة في نهاية المطاف ليست بين الشمال والجنوب بقدر ما هي واحد المعركة ديال شعوب الشمال والجنوب معا ضد ضهيمنة رأس المال بكل أنواعه في جنوب الكرة الأرضية وفي شمالها. تجربة اليونان مهمة لأنها كشفت أيضا بالملموس زيف الديمقراطية الليبرالية في الدول الغربية التي فرضت على اليونان خيارات رفضتها أغلبية الشعب اليوناني. نترك لزوي الفرصة لإظهار أهمية هذه التجربة، نجاحاتها والصعوبات التي اعترضتها وما هي الدروس التي يمكن استخلاصها. إذن تفضلي زوي. Je vous remercie et je voudrais vraiment remercier ATTAC et CADTM non seulement pour l'invitation à cette discussion extrêmement intéressante et pertinente, mais aussi pour avoir pris l'initiative d'organiser une telle discussion aujourd'hui. Cela nous permet de mettre l'accent sur le danger que représente le système de la dette pour les peuples, pour les sociétés, pour les droits de l'homme, pour la démocratie, pour la souveraineté des peuples et des pays. En fait, et cela a été déjà abordé par les participants qui venant d'intervenir, le système de la dette n'est qu'un moyen d'oppression et de subordination, c'est un moyen d'imposition antidémocratique. C'est pourquoi je trouve le titre choisi pour ce webinaire, « Violence de la dette », un titre extrêmement exact et pertinent, et je vous en félicite, parce que les mécanismes de la dette représentent en effet des mécanismes d'imposition forcée et violente. Et on parle d'une imposition forcée et violente de ce que constituent les représentants de la dette appellent des réformes ou des préconditions qui ne sont que des conditions de vie en violation des droits fondamentaux, des privatisations imposées et violentes, un arrachement, un vrai arrachement des biens publics, des entreprises publiques, des entreprises d'eau, d'électricité, des ports, des aéroports, des plages, de tout ce qui constitue le patrimoine d'un pays et d'un peuple, des sites archéologiques et de tout ce qui constitue les biens appartenant à un peuple. Et aussi, cette imposition forcée comprend des mécanismes d'imposition de la législation
de la dite législation sans délibération, sans garantie démocratique, imposée avec l'utilisation de la force et de la violence policière contre les citoyens qui protestent. Donc, je viens de faire une introduction de ce qui constitue le système de la dette et je voudrais maintenant vous parler de mon pays, de la Grèce, de mon peuple qui constitue une des victimes les plus récentes des mécanismes et des politiques de la dette. Le peuple grec, les citoyens grecs ont pour la première fois entendu parler de la dette en février-mars 2010. C'était à cette époque-là que le ministre des Finances de la Grèce a parlé de l'économie grecque en la comparaison avec le Titanic. Et c'est ensuite que le gouvernement grec a dit aux citoyens qu'il fallait faire des sacrifices parce que le pays était surendetté. Juste avant, tous les gouvernements, y compris ce gouvernement-là de 2010, assuraient le peuple grec que l'économie du pays est très forte, que les Grecs n'avaient rien à craindre pour la crise financière qui a commencé en 2018, qu'ils n'avaient rien à craindre puisque les banques grecques étaient protégées et ne possédaient pas des produits toxiques. C'était ça le discours public qui était disséminé par les médias et répété par le personnel politique grec jusqu'à l'an 2010. Ce qui a ensuite été fait par le gouvernement grec, c'est qu'ils sont entrés dans un accord avec 3-10 institutions, la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Ces institutions ont été baptisées ensuite la Troïka. C'était une première, une première entreprise commune de ces 3 institutions qui ont signé un accord avec le gouvernement grec, un accord qui ne semble pas du tout à un accord international, c'est un accord qui a tous les traits d'un accord commercial et qui présente en fait la Grèce comme une entreprise qui ne va pas bien et qui doit être assainie. Donc cet accord sur le plan international a été baptisé un mémorandum, le premier mémorandum signé par la Grèce par le gouvernement grec en 2010, et il a aussi été appelé un accord de sauvetage du pays, alors que ce ne représentait que l'imposition d'une peine de mort au pays et aux citoyens, à la population. La Banque centrale européenne, la Commission européenne et le Fonds monétaire international, la Troïka, sont devenus les créanciers de la Grèce, le gouvernement grec ayant accepté qu'il y avait une dette à rembourser et le gouvernement grec ayant aussi accepté de s'endetter encore plus pour rembourser cette dite dette. Donc, quel était le schéma? Le schéma était que pour être accordé des prêts par ces nouveaux créanciers, la Troïka, le gouvernement grec devrait passer de la législation des dites préconditions, devrait aussi procéder à des dites réformes que la Troïka allait inspecter, allait
superviser. Et si la Troïka était contente, alors la prochaine dose de ce nouveau prêt allait être accordée. Donc, quelles étaient ces réformes et quelles étaient ces préconditions? Eh bien, c'était un tsunami de dispositions antisociales, des dispositions vraiment de destruction du tissu social du pays. Des taxes et de nouveaux taxes sur des nouveaux taxes, des licenciements massifs sur le secteur public et privé, il y a un problème. Vous m'entendez? Tu peux continuer, il n'y a pas de problème. Merci. Il y a eu un problème avec mon écran, je vous demande pardon. Donc, ce qui se passait, c'était une imposition très violente et très intense de mesures de coupures des salaires et des retraites, des licenciements, des coupures de dépenses publiques dans les domaines de santé et de l'éducation. On a fini par avoir des écoles sans des chauffages, sans des instructeurs, et à la fin, on a fini par avoir des enfants qui évanouissaient dans les écoles. On a fini par avoir des hôpitaux avec une infirmière pour 40 personnes hospitalisées. Bref, il y a eu une atteinte très, très violente aux droits de l'homme de chaque citoyen, mais aussi aux droits sociaux de tous. En même temps, on a eu la clôture des entreprises et une vraie vague de suicides de la part de beaucoup de gens qui n'étaient plus en mesure de payer ce qui était de nouveaux taxes et de nouvelles impositions. Et tout cela était baptisé un sauvetage de la Grèce, alors qu'en vérité, ce n'était qu'un sauvetage des banques françaises et allemandes qui étaient en possession d'une grande partie de bonds grecs. Donc, c'était elles qui étaient sous danger d'être sous danger de faillite et non pas la Grèce. Et quand même cet élément, c'est-à-dire que ce n'était pas le pays de la Grèce qui était en danger par cette dite dette, mais les banques françaises et allemandes, a été caché de la population, a été caché de l'opinion publique internationale, et au lieu de présenter cette situation-là, les médias internationaux ainsi que les gouvernements des pays participant aux organismes créanciers ont lancé une campagne de défamation et de culpabilisation du peuple grec qui était présenté comme un peuple de paresseux qui ont surendetté leur pays et qui ont vécu au-delà de leurs possibilités. Maintenant, on sait, et on le sait parce que il y a eu le travail du comité du Parlement en 2015 qui a travaillé et qui a fait un audit de la dette. Maintenant, on sait très bien que cela n'était pas vrai. Maintenant, on sait très bien que cette dette n'était pas liée à des dépenses publiques faites pour le peuple ou faites pour des buts publics. Maintenant, on le sait aussi parce qu'il y a quelques mois, l'ex-président des États-Unis, M. Obama, a écrit un livre où il dit très, très pleinement qu'il était connu qu'en fait, la dette grecque n'était pas une dette
du pays grec, mais une dette liée aux banques françaises et allemandes. Mais je reviens à l'époque où ces politiques d'imposition de la dette et ces politiques du premier mémorandum ont été imposées au pays et aux citoyens. Eh bien, les citoyens grecs, dès l'an 2011, c'est-à-dire un an après l'imposition du premier mémorandum, et je parle d'imposition parce qu'en fait, ce mémorandum n'a jamais été mis sous délibération avec le peuple et n'a même jamais été voté régulièrement par le Parlement. Il n'y a eu qu'un pouvoir au ministre de Finances de signer cet accord qui n'a jamais été ratifié par le Parlement. Donc, dès l'an 2011, le peuple grec et les citoyens ont contesté cette dette. Ils ont commencé à demander d'où cette dette vient, parce qu'ils savaient très bien qu'il n'y a jamais eu des dépenses publiques qui pourraient justifier une telle dette. Et il y a eu, dès l'an 2011, un mouvement social, le mouvement des indignés, qui revendiquait un audit de la dette. Donc, on avait vraiment une demande sociale provenant d'un mouvement social pour un audit de la dette. Cette contestation de la dette et cette demande sociale de faire un audit de la dette a été reprise par le parti politique de Syriza, le parti de la gauche auquel j'appartenais moi aussi à l'époque. Et ce parti a en fait pris un engagement politique de faire un audit de la dette et de contester la dette, ne plus la payer avant qu'elle soit contrôlée, avant qu'on sache d'où cette dette vient. En janvier 2015, Syriza a été élu au pouvoir et moi, j'ai été élue présidente du Parlement grec. Donc, dès le début, j'ai initié les procédures pour mettre en place un comité d'audit de la dette grecque. Et en fait, ce que j'ai dit alors, c'était qu'il est le temps que cette demande sociale, qui est devenue un engagement politique, devienne une initiative institutionnelle. Et donc, en tant que président du Parlement, j'ai utilisé les dispositions règlement du Parlement qui me donnait le pouvoir de créer un comité qui allait faire un travail scientifique, social et de fond sur la provenance et la légitimité de la dette. Et ce comité a été créé le 4 avril 2015. D'ailleurs, il faut dire qu'on a eu une contribution précieuse de la part de la CADTM parce que le coordinateur scientifique du comité était Monsieur Eric Toussaint et on a eu plusieurs membres de CADTM et d'ATAC qui ont participé aux travaux de notre comité. C'était un comité qui était attaqué quotidiennement par les médias et par les forces politiques qui venaient des gouvernements d'auparavant. Mais il faut vous dire que c'était aussi un comité qui n'était pas vraiment soutenu par le gouvernement. Le gouvernement a fait semblant et surtout le premier ministre a fait semblant de soutenir le comité, alors qu'en fait, et comme l'histoire a révélé, il ne voulait pas du tout qu'il y ait un rapport de ce comité. Le comité a travaillé pendant 2 mois et demi, très très à fond. On a eu
des membres internationaux et des membres nationaux, des juristes, des économistes, des auditeurs, mais aussi des citoyens provenant des mouvements sociaux. Et on a fait non seulement une étude sur les documents, non seulement un recueil des documents et une investigation, mais aussi des audiences des personnes qui avaient quelque chose à contribuer à nos travaux. Les audiences les plus intéressantes et les plus, je dirais, historiques étaient les audiences de l'ex-représentant de Grèce au FMI, et aussi qui a révélé en fait qu'il y avait des documents secrets du Fonds monétaire international datant depuis mars 2010, qui disaient que l'imposition à la Grèce des mesures qui seraient plus souples en fait que ce qui a été imposé dans le cadre du premier mémorandum était censé provoquer une rupture du tissu social et était des mesures insoutenables. Selon ces rapports du FMI, le premier mémorandum ne devrait jamais être imposé à notre pays, mais c'était des documents qui avaient été cachés du peuple grec. Donc, notre comité a révélé des éléments pareils. Nous avons aussi entendu un ancien collaborateur du président de la Commission européenne, Barroso, qui a aussi révélé l'aspect de l'implication pour les banques allemandes et françaises sur la dette grecque. Et le premier rapport préliminaire du comité a été produit le 17 juin 2015 lors d'une séance publique, et c'était vraiment lors d'une période où le pays était sous pression immense par les dix créanciers qui voulaient absolument que la Grèce et que le gouvernement accepte de nouveaux prêts et signe un troisième mémorandum en acceptant de nouvelles privatisations, de nouveaux arrachements de la propriété publique et privée des citoyens, de nouveaux coupures de retraite et des rémunérations et des salaires. Et donc, c'était vraiment un outil pour... Oui. S'il vous plaît, vous pouvez résumer un petit peu parce que le temps déjà passe. Et... Absolument. J'ai combien de temps? Tu as déjà dépassé le temps par 3 minutes. D'accord. J'ai besoin de 3 minutes, c'est bon? Ok. Merci. D'accord. Ce serait un outil très précieux pour le gouvernement grec. Donc, on revient. سنعود إليك زوين مرة أخرى. إذن شكرا لك. نرجع لك مرة أخرى. إذن شكرا. شكرا لكم جميعا. يونس، ليلى، نجيب، زوي. كاين في حدود واحد 3 حتى 4 دقائق. كاين بعض الأسئلة إلى ممكن تجاوبوا عليها. في حدود 3-4 دقائق لكل متدخل. باش نختموا هاد الندوة. السؤال الأول سواء من المتدخلين من المتتبعين ديال الندوة. السؤال الأول موجه الأخ نجيب.
نجيب تكلمت على تدقيق الديون المغربية وطلبتي وقلتي أنه ممكن نديروا هذا العمل في المغرب إلى غير ذلك، ولكن طبعا عملية التدقيق عملية محفوفة بالصعوبات والمخاطر، وطبعا تتطلب واحد البيئة إلى بيت سياسية ولا مناسبة لفرض هذا التدقيق، لأنه طبعا ماشي عملية سهلة. إذن بالنسبة لك السؤال هو كيفاش يمكن نجحوا هذه العملية ديال التدقيق في المغرب، التدقيق ديال الديون، خاصة أن المسألة ملحة بالنسبة لنا في المغرب، وأنك تتعرف وتنعرفوا جميع ماذا تشكله المديونة من مخاطر على البلاد. ليلى، السؤال موجه لك تنتهي واحد السؤال، لماذا لم تنجح لحد الآن التجربة التونسية في تدقيق الديون، خصوصا أن المديونية التونسية اليوم تجاوزت تقريبا 100% من الناتج الداخلي الخام، رغم اللي حكيتيه ورغم المناخ اللي نقدروا نعتبره أكثر انفتاحا في المنطقة ديالنا من حيث إمكانية التعبئة ومبين شوية الديمقراطية في تونس إلى ذلك، ولكن مع ذلك لحد الساعة لم تنجح العملية ديال التدقيق ولم يتم فرضها. أشنا هما المشاكل اللي مطروحة؟ علاش بقات محصورة جدا العملية ديال التدقيق؟ زوي زوي تسمعيني؟ تسمعني مترجم؟ وي 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 الو. بالنسبة للسؤال بالنسبة للسؤال نتمنى توصلك الترجمة، وصل حزب سيريزا للسلطة وطرح في البداية قبل من وصول السلطة عملية التدقيق كمهمة سينجزها الحزب والتزم بذلك، ولكن بعد نجاحه الانتخابي تراجع. ما هي الدروس اللي ممكن نستخلصوها من هكذا عمل؟ لأنه بالنسبة لنا وصول واحد الحزب يساري على قاعدة تعبئة شعبية، وصل حقق نجاح انتخابي مهم، ومع ذلك لم يوفي بالالتزامات التي تعهد بها المواطنات والمواطنين اليونانيين. إذن علاش؟ شنو ممكن نستخلصوا من هذا الدرس اللي قدر يفيدنا في المغرب وفي تونس وفي كل بلدان العالم، لأنه تجربة نعتبرها مهمة. يونس. Oui. Si je pouvais, si je peux répondre à la question pour finir aussi ma présentation, parce que c'était justement ce que j'étais en train d'aborder alors qu'on a eu le problème d'intervention. واخا سنعود إليك زوي، سنعود إليك زوي واخا نعطوك الكلمة بعد قليل. يونس، ما عنديش لك سؤال محدد، ولكن اسمح لي. نعم، ولكن اسمح لي انا اذا تسمح لي كان نقترح انه نعطيو للسيده زوي الوقت الكافي باش تكمل العرض حول التجربه ديال اليونان، لانه بكل صراحه كان اعتبر بانه هذه مناسبه ثمينه باش نسمعوا هذه التجربه من طرف المناضلة اللي عاشت داخل الأحداث. إذن أنا بكل صراحة أنا مستعد باش نعطي 4 دقائق ديالي لزوي باش تكمل بكل اجتياح تجربة. شكرا لك الأخ نجيب وعلى الكرم ديالك من حيث الدقائق، تحتفظ بالدقائق ديالك، وغادي نعطيو لزوي الوقت الكافي باش أنها تعبر باش تطرح لي هذيك التجربة. غنرجع ليها، أنا نرجع ليها. يونس ما عنديش كما قلت لك سؤال دقيق، ولكن حدود 3 دقائق ولا 4 الا بانت لك شي فكره تحتاج اكثر للتوضيح ممكن تزيد توضحها. اذا نعتذروا بعدا للمتتبعين ديالنا الا كنا نقدروا نطولوا شويه المداخله. اذا نعطيو الكلمه لزوي باش تكمل المداخله ديالها وفي نفس الوقت تجاوب على السؤال المطروح. اذا اليك الكلمه زوي، تفضلي. Merci beaucoup et je m'excuse pour le problème d'avant. Donc,
Et merci beaucoup aussi pour la générosité de nos interlocuteurs. Ce qui est très sérieux, c'est que ce premier rapport du comité, qu'on a appelé un comité de vérité sur la dette grecque, sur la dette publique, et on a choisi le titre « Comité de vérité » pour faire justement allusion au comité de vérité qui investigue les crimes internationaux dans certaines cultures, parce qu'en fait, nous considérons, et je considère, que l'imposition de la dette et l'imposition des mémorandums constituent en fait un crime international qui est un crime contre l'humanité et un génocide social. On parle de l'imposition des conditions de vie qui sont calculées de faire disparaître une partie de la population. Donc, on parle des politiques très, très sérieuses, très graves. Le rapport du comité de vérité grec a été fait public le 17 juin 2015. On l'a transmis à tout membre du gouvernement, au premier ministre, au président de la République, et on a dit de toute manière, ça a été présenté lors d'une séance public du Parlement, et on a dit c'est ça un outil précieux pour le peuple et pour le gouvernement pour contester la dette et pour refuser de renouveler cette politique d'imposition de la dette. Malheureusement, le gouvernement n'a jamais utilisé ce rapport, un rapport qui démontrait et prouvait que la dite dette publique n'était pas du tout une dette légitime, elle était illégitime, illégale, odieuse et insoutenable. Elle était imposée par des politiques et des pratiques antidémocratiques. Elle ne représentait pas des dépenses faites pour le peuple, ni des dépenses publiques légitimes. Elle était liée à des prêts et extrêmement lourd pour le pays au bénéfice des gouvernements étrangers, mais aussi au bénéfice des entreprises étrangères liées avec des pratiques de corruption. On parlait surtout des contrats sur la matière de la défense et aussi des contrats sur la matière des technologies. L'affaire Siemens, l'affaire de beaucoup de contrats de défense étaient liés à cette dette odieuse. Le gouvernement n'a pas utilisé le rapport, et lors de l'organisation d'un référendum le 5 juillet 2015, qui était le premier référendum organisé en Grèce depuis la chute de la dictature. Donc, c'était le premier référendum en 40 années. Le peuple grec a été invité de voter si les citoyens acceptent l'imposition d'une nouvelle dette et la continuation des politiques d'imposition de la dette, parce que ce qui était sur la table était un vrai chantage de la part de la Commission européenne qui disait vous prenez ou vous rejetez cet accord que vous nous proposons pour un nouveau prêt avec des nouvelles politiques de mémorandums, donc de nouvelles privatisations, de nouvelles coupures sur des salaires, etc., etc. Le peuple grec qui a voté les banques fermées durant une semaine a voté un non très, très brave, un non de 61,3%, et a rejeté la dette. Le peuple a rejeté l'imposition. Le peuple a rejeté l'oppression.
Et ce qui s'est effectué juste après, c'était vraiment une tragédie et une expérience extrêmement traumatique pour le peuple, puisque le gouvernement qui avait entrepris d'honorer le mandat populaire et en plus de contester la dette, a violé le mandat populaire, a trahi le peuple et a signé un accord de nouvel endettement du pays, un accord d'un nouveau prêt, un troisième mémorandum. Donc cela, c'était vraiment une expérience traumatique et catastrophique, non seulement pour le peuple grec, mais aussi pour tous les peuples du monde qui espéraient à cette opportunité internationale que représentait la Grèce en 2015. On a eu ensuite le vote au Parlement du troisième mémorandum avec des procédures absolument abominables auxquelles, en tant que présidente du Parlement, je me suis opposée. J'étais malheureusement minoritaire en m'opposant. Et une fois le troisième mémorandum ayant une nouvelle dette votée par un Parlement qui n'avait pas un mandat de voter dans ce sens, le gouvernement a démissionné en réalité pour démanteler le Parlement et pour se débarrasser d'une présidente qui contestait la dette et surtout d'un comité du Parlement qui contestait lui aussi la dette. On a eu des élections, plus de 50% de la population n'a pas voté, ce qui a malheureusement facilité la réélection de ce gouvernement. Le comité de vérité sur la dette a quand même fait sa dernière séance du 22 au 25 septembre 2015 et a issu un deuxième rapport qui disait que cette nouvelle dette est elle aussi insoutenable, illégale, illégitime et odieuse. Et après, deux mois après, une des premières actions du nouveau président du Parlement était d'abolir les travaux, de cesser les travaux du comité de vérité sur la dette. Donc, il y a eu aussi une confiscation des archives du comité, une violation des bureaux du comité, etc. Donc, on a là une expérience qui nous démontre qu'il ne suffit pas d'avoir une majorité populaire contre la dette, il faut aussi que cette majorité populaire soit munie par des outils pour se défendre lorsqu'un gouvernement détourne son mandat et trahit le peuple. Pour conclure, et pour laisser un peu le temps aussi pour les autres orateurs, je dirais que l'expérience de la Grèce est une expérience pédagogique parce que il nous démontre qu'un audit de la dette peut aboutir à des résultats très concrets. Il nous démontre aussi qu'il y a des mécanismes de réaction contre les audits et donc les peuples doivent être munis des outils et être prêts de revendiquer. Je dirais que les rapports de ce comité sont toujours pertinents. Ils constituent un acquis national et international qui attend pour être activé. Et pour conclure, je vous invite tous à utiliser ce rapport et ses résultats parce qu'ils sont absolument utiles pour les expériences des autres pays. Chokran Zoué.
المداخلة وعلى الإتمام ديال المداخلة ديالك وعلى المعلومات الكبيرة بخصوص التجربة ديال تدقيق الديون المنانية. الآن ندوزو للمداخلات المتبقية. ندوزو لك ليلى، إذا قلتي في 3 دقائق ولا 4 تجاوبينا على السؤال. تفضلي. أي باش نجاوب بعجالة على الموضوع، أنه علاش في تونس، لماذا لم تنجح عملية التدقيق في تونس وعملية فرض قضية التخلص من الديون؟ عموما كما لاحظت في مسار التعبئة، الناس اللي حاملة قضية الديون في فترة طويلة كانت ناشطة، جمعيات ومنظمات وناس ناشطة، يعني ناس تحاول انها تحسس بالقضية قدر ما تستطيع، وانها تفعل عن طريق التواجد مثلا في التواجد في فترة أولى في مجلس نواب الشعب عندما كانت فترة التأسيسي، ثم هذه القضية لم تعد مطروحة ورجعت مؤخرا على الطاولة. إن اللي نحب نقوله، قضية الديون قضية وطنية وقضية سيادة وطنية. فمن العمل المدني والنشاط الجمعياتي نجم يقوم بدور، لكن في حقيقة الأمر اللي الجريس وعبرت عليه أنه وراء الدفع بقضية الديون كان هناك حركة اجتماعية شعبية وحاضنة شعبية مطالبة بإعادة نظر في سياسة الديون. وهوني في تونس مجال تأثير المنظمات والأحزاب اللي يشتغل على قضية الديون للأسف غير قادر على خلق هذه الحاضنة الشعبية. هذاك علاش في المداخلة متاعي حاولت نركز في الأخير على فكرة أنه بالأزمة الاقتصادية الحالية وتحرك مجالات واسعة من المجتمع مطالبة بتغيير المنوال الاقتصادي، قضية الديون أصبحت قضية تحملها فئات أوسع من المجتمع التونسي، لكن باقي مازلنا في طور إنتاج خطاب جديد فيما يخص المديونية. لماذا إنتاج خطاب جديد؟ لأن في الحقيقة لا نعرف بتدقيق وضعيتنا لا المالية لا الاقتصادية لا الاجتماعية، ورغم كل الأعمال اللي يقوم بها المجتمع المدني ويقوم بها الصحافة وغيره، لكننا نكتشف في تونس، ما زلنا إلى اليوم نكتشف تونس بن علي ونتائج تونس بن علي. نحن في حاجة إلى آلية تدقيق في الفترة هذه تكون مدنية. هذاك علاش طرحت السؤال، هل هناك تجارب لتدقيق مدني في الديون ينجم يقوم بها الحراك الاجتماعي والجمعيات والمنظمات رغم عدم توفر الشروط السياسية للقيام بتدقيق مؤسساتي، معناها تحمل الدولة التونسية بكل ثقة في نفسها أنها تقرر أنها تدقق في ديونها. هذا ما زلنا صعب، ما نشبش نوصل له اليوم، لكن نحن في حاجة إلى تجديد الخطاب، يعني نحن في حاجة إلى التدقيق في قضية التدقيق في حد ذاتها، يعني في حاجة إلى مجموعات عمل تاخذ دين معين تقوم بالنظر في الواقع التونسي شنو كان تأثير الدين هذاك في المالية في كل هذا قدر ما نستطيع لبلورة الخطاب الجدي اللي يخلي الانتباه متاع التونسي لقضية الديون يشتد ويطالب به في عن طريق الصوت أي عند الاقتراع أو بآلية أخرى سلمية طبعا، لكن هناك عديد آليات أخرى التي من شأنها أن تقدم بنا في قضية الديون. شكرا أخ نجيب. طيب أنا حرصت على أنه نسمع الأخت زوي إلى النهاية، لأنه كان اعتبر بأنه كل صراحة التجربة ديال لاغريس هي مفيدة في حد ذاتها ومفيدة للجميع. وأيضا كنسمع الأخت ليلى من تونس، الاستنتاج وهو في الحقيقة أيضا الجواب على السؤال اللي اطرح لي. كنظن بأنه الجواب الأول والمهم في كل شيء
ونعرفوا بأنه القضية ديال التدقيق أو عدم التدقيق التدبير ديال المديونية هي أولا وأخيرا قضية سياسية، قضية ديال ميزان قوى شعبي وسياسي في بلد معين. غادي يكون من الأوهام باش الواحد يظن بأنه غادي يدير عملية ديال التقييم بلا ما نتكلموا على التدقيق، لأن التدقيق هو مصطلح أدق، نتكلموا على التقييم. أنا أظن أنه غيكون من الوهم أننا نظن أننا نقوم بعملية ديال التقييم في غياب واحد الشروط الحد الأدنى اللي تتفرض واحد ميزان القوى في المجتمع. ميزان القوى على الصعيد المنظومة السياسية والتجربة ديال لاغريس ها هي كتبين، إلى ما كانش واحد الميزان القوى، أنا لا أقول إرادة سياسية لأنه الإرادة السياسية اش كتعني؟ طبعا هذا ما تكون إرادة سياسية في واحد اتجاه وإرادة سياسية في اتجاه آخر، يعني هذا صراع، ولكن خص ميزان القوى الشعبي والسياسي يكون كي الأخ نجيب قوي. الأخ نجيب عفاك غير باش نكونوا أكثر دقة في المغرب، احنا دابا في المغرب متلقين من البداية، فرأيك كيفاش ممكن ننجحوا هذا ميزان القوى وحنا سنعرفوا وضعنا السياسي والاجتماعي والقوى السياسية الحاضرة ألف باء اللي ممكن نبداو بها في نظرك باش كيفاش ممكن ننجحوا هذه العملية في البداية؟ أنا غنواجهك بكل وضوح. علاش درت الفرق بين التدقيق والتقييم؟ أنا كنعتبر بأنه التدقيق هي عملية سياسية كتطلب الاندماج ديال المؤسسات، إذن كتطلب ميزان قوى سياسي اللي هو ما كاينش اليوم في المغرب. إذن الجواب بوضوح، التدقيق في إطار القوى الوضعية السياسية كيبان لي صعيب جدا، ولكن هذا ما كيمنعش أنه التقييم هو ماشي ممكن وضروري. وأنا نفسك شنو هو التقييم؟ غير باش نكونوا واضحين، مبين بأنه التقييم يمكن يكون في متناول جمعيات المجتمع المدني، في مثل أطروحات ديال في الجامعة. شنو كنعني هنا؟ المنهجية شنو هي؟ المنهجية هي أنه قولوا بأنه كاين منظمة دولية، مثلا البنك الدولي أعطات دين للمغرب باش تقوم باش تمول واحد المشروع معين. هذا المشروع في البداية ديالو راه كان عنده أهداف معلنة في التقرير اللي كيتعطى على أساسه الدين، كاين أهداف. إذن اليوم لا داعي باش تكون عندك خبرة كبيرة ولا تكون عندك إمكانيات، أي إن كان يمكن له يقبض مشروع معين ويقيمه بصفة بسيطة حسب الأهداف اللي تعطات له. مثلا نعطيكم مثال، في 2005 البنك الدولي أعطانا قرض باش نديروا العملية ديال السيئة الذكر ديال الديفيدي، العملية ديال كيفاش كنسميوها، العملية ديال المغادرة التوعية. ياك إذا عندنا الإمكانية باش نقيمو هذا المشروع هذا واش وصل الأهداف ديالو اللي هو أعلنها؟ طبعا لا. إذا ممكن أننا نبينو بأنه هذا القرض اللي تعطى لهذا المشروع هذا اللي كان مشروع كارثي بكل المقاييس، مشروع كارثي الوقع ديالو كان سلبي على المجتمع وعلى الاقتصاد، إذن الدين اللي تعطى لهذا المشروع هذا هو دين
كريه. يمكننا نتكلموا على المئات المشاريع، يمكننا ناخذوا اي مشروع مثلا بالنسبه للفلاحه، بالنسبه للصناعه، بالنسبه للتبادل الحر، ناخذوا مشاريع متعدده ودائما بنفس المنهجيه، وانا سنقول بانها بسيطه. يمكن تكون مشروع في 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 اطار الجامعه، مشروع اميموار في اطار الجامعه، دكتور اطروحه اللي تاخذ مشاريع اللي تمولت من بمديونيه وتدير لها تقييم موضوعي وتبين بانه داك الدين راه كاريه. اذا انا بقول وهذا ما كيتطلبش ميزان قوى سياسي، هذا كيتطلب الاراده ديال المجتمع المدني، الاراده ديال المثقفين مناضلين، اراده في الجامعه اللي يمكن تضافر الجهود باش تقوم بهذا النوع من العمليه. المهم شنو هو؟ هو في اخر المطاف يظهر بانه على الاقل ذاك الجزء ديال المديونيه اللي وقع التقييم ديالها انها مديونيه لم تستفيد منها لا الجماهير ولا حتى ما وصلتش حتى ذاك الاهداف اللي عطات لراسها، اذا هي ديون غير مشروعه. هذا هو الجواب ديالي بكل صدق. شكرا. بالنسبه لهذا السؤال في اطار الوضع الحالي طبعا. اذا شكرا لك رفيق نجيب. بقى لي بقى يونس انت في الاخر جا سؤال يونس حر. شوف يونس في الاخر جا سؤال من المشاهدين والمتتبعين، ماشي نخليك تتكلم كي بغيت، نطرح عليك سؤال. السؤال هو كالتالي، واخا انت ما دخلش في طبعا في ما قدمته في المداخله ديالك، ولكن بحكم انك عضو في الجمعيه ديال اتاك ممكن تجاوب عليه. السؤال يقول: تعتبر تجربه اليونان هل تلقى دعوات اتاك حول تدقيق الديون من أجل إلغاء الديون غير الشرعية صادا في المجتمع المغربي؟ وهل هناك تفاعل من طرف منظمات النضال الأخرى؟ أوكي مزيان. والسؤال مطلوب على أنه يتأبورد ويكون كخلاصة ديال النقاش العام اللي جا سواء في الاستفادة من داكشي اللي جابت ليلى ولا الأستاذ نجيب ولا زوي، حول أنه ما ممكنش القضية المديونية والطرح ديالها أنها تقدم في المجتمع بلا ما يتكاتفوا عليها الناس. أطاك بدأت كتشتغل في المديونية على المديونية منذ البداية ديالها، ولكن ما دقتها كواحدة من الآليات ديال العمل ديالها وكواحدة من الأهداف الاستراتيجية ديال العمل ديالها حتى ابتداء من 2012. وداك الساعة يعني عملنا كأطاك على أننا نشركوا معنا واحد العدد كبير ديال المنظمات واللي دارت يعني ندوات متعدده اللي حضر فيها السيد نجيب اعتقد، ودارت واحد العدد ديال المبادرات. المشكل اللي كاين في المغرب هو المسافه اللي عندنا ما بين القول وما بين الفعل. اننا كنقول واحد العدد، كاين واحد الائتلاف شبه ائتلاف تم يعني التوافق فيه على واحد المنظومه ديال المجموعه ديال 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 الخطوات اللي ممكن تدار، ولكن لم يتقدم كثيرا. دونك هنا نتسالوا علاش؟ لأن المشكل ديال المديونية لا زال لم يطرح في المغرب من قبل يعني القوى السياسية والمجتمعية اللي كاين كواحد نقطة برنامجية أساسية في نضالنا الجماعي من أجل الديمقراطية. ما زال تنعتبر على أنه النضال ضد المنظومة ديال المديونية هو واحد النضال منفصل لنضالنا الجماعي من أجل واحد النظام ديمقراطي. وهذه المسألة يعني مرتهنة بواحد العدد ديال التمثلات عند هذا المجموع ديال 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 الناس اللي كيعتبروا بانه قاطعه مع النظام العالمي في واحد المساله غير ممكنه. نحن لا نطرح هذه المساله هذيك، بل نطرح مجموعه من التجارب اللي كانت موجوده وعطات واحد العدد ديال 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 النتائج. وانا نعطي واحد التجربه اللي هي جات غير هكا، هي التجربه ديال الارجنتين.
تجربه ديال الارجنتين في البدايه ديال 2000 وقع واحد الكراش تمايا واحد الانهيار اقتصادي ومالي، اضطر كاين الناس في الشوارع الى اخره، اضطرت معاه الدوله انذاك على انها تعلق تسديد ديال المديونيه. ورغم ذلك، رغم انها علقت تسديد ديال المديونيه وقالت ما غاديش تسدد حتى الاخر، ما وقعش عليها واحد الحصار في نهايه المطاف، بل بالعكس انه في ظرف 4 سنين من 2001 ل 2005 قدت على انها تعمل دي بلون دو رولونس ومشات، وفي 2005 قدت على انها تفاوض الدائنين ماشي على المديونيه كاع كامله، بل فقط على 45% منها، بمعنى كان لي اعتراف ديال الدائنين على ان 55% ديال المديونيه اللي كانت على الارجنتين ما يعني عمليا ما غاديش تسدد. وقدرت لانها توصل انها حاليا الارجنتين راه هي وحده من ديك لي جيفا دونك، وعدد ديال التجارب اخرى اللي كان فيها التدقيق الى اخره. بالنسبه لنا حتى في اللحظه ديال الانتفاض في 20 فبراير ما كانش موضوع يعني المساله ديال المديونيه كواحد النقطه اللي هي مطلبيه، حتى يعني ملي فروي ديال 20 فبراير هو داك الدستور ديال 2011 جا معادي للتطلعات الشعبيه، بل اكثر من ذلك رد التوازنات الماكرو اقتصاديه والحفاظ عليها واحد القاعده دستوريه. دونك بالنسبه لنا باش نوليو نتقدموا في هذا العمل كيخصنا نوليو نطرحوا كقوى، ومن بينها اتاك، من بينها كافه يعني القوى اللي كتنسب راسها للنضال من اجل السياده الشعبيه، ان نوليو نطرحوها كنقطه برنامجيه اساسيه في نضالنا من اجل الديمقراطيه. وبهذا باش غادي نختم وتحيه. اذا شكرا لك يونس، شكرا زوي، شكرا ليلى، شكرا نجيب، اذا على المداخلات ديالكم المتميزه والمثمره، واللي اكيد انها غنت النقاش بواحد الشكل كبير جدا. اذا نتمنى ان تتاح الفرصه في منطقتنا والمستوى العالمي اللي باش ندخلوا مزيان في هذا النظام ديال المديونيه، اللي واحد النظام فاسد، نظام تيجي على حساب تطلعات ديال الشعوب وعلى حقها في الحياه الكريمه. اذا مره اخرى كنشكركم على تلبيتكم للدعوه، والى اللقاء، مع السلامه.